بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنرجع تاني لموضوع التضييق والتمدد. مثال ثلاثة هنعيده وكمان هنشرح حاجة جديدة عليه. خلينا نثبت القاعدة إن إحنا عندنا رأسيا يعني عايزين نثبتها كده معانا، منين ما نتكلم يبقى الموضوع ده ثابت في كلامنا. خلينا نثبت الكلام اللي هنقوله دلوقتي. نكبر بس. يعني أنا عايزة أوضح لكم حاجة في موضوع التمدد الرأسي. إحنا هنتكلم أولا عن رأسيا، كويس؟ رأسيا دي هنقول فيها ان انا عندي نوعين، نوع اسمه التمدد ونوع اسمه التضيق. رأسيا ده بيحصل فقط اذا كانت الدالة كاملة مضروبة في عدد، يعني زي ان انا اقول اف، خلينا نكتبها لكم بالانجلش، اف اوف اكس ايكوال، هقول عدد معين 5 والفانكشن بالكامل اللي هي كانت اكس زائد 1، دي الفانكشن الاساسيه، اتضربت في عدد. شفتي الحاله اللي قدامك دي؟ الحاله دي انا بسميها تمدد، بسميها تغير راسي، بسميها تغير راسي اذا كانت الداله بالكامل اتضربت في 5. طيب حالة الرأس دي مكونة من جزئين. الجزء الأولاني إذا كان المعامل اللي هو الخمسة ده، إذا كان الكي اللي هو معامل أكبر من الواحد. شفتي في حالة إن هو أكبر من الواحد زي المسألة كده اللي قدامك دي، أنا بسميه تمدد، تمدد رأسي. بسميه في الحالة دي تمدد رأسي. طيب تعالي ناخد حالة تانية على الرأس برضو. أنا ضربت المعادلة كلها بس المرة دي هضرب F of X كاملة، برضو F of X كاملة هضربها في بدل 5 هضربها في عدد يقع بين الصفر والواحد. إيه الأعداد اللي تقع بين الصفر والواحد الصحيح؟ الكسور بس، صح؟ يعني ممكن أقول 3 من 10، ممكن أقول نص، ممكن أقول ربع. المهم اللي لازم تعرفوه، بما أن أنا لسه بتكلم على رأسي يبقى أنا بتكلم في أني بضرب الفانكشن بالكامل اللي هو X زائد 1 بالكامل، هيتضرب في معامل جديد اسمه K. فهنا في الحالة دي بقول والله لو الكي عندك أكبر من الصفر وأقل من الواحد، لو الكي في الحالة دي أكبر من الصفر وأقل من الواحد في الحالة دي يعني كسر، بقول عليها إن هو تضيق رأسي. الحالة اللي قدامك دي بنقول عليها ايه؟ ان هو تضيق رأسي، ان هي اكبر من الصفر واقل من الواحد. يعني احنا بنتكلم في فراكشن، بما ان هو ما بين الكي والواحد مش هقول بقى عليه تمدد رأسي، لا انا هسميه اسم تاني، هسميه تضيق رأس. يبقى تعالوا بقى نحفظ القاعدة كده ونفهمها بالراحة ونثبتها لآخر اليوم، إن أنا بتكلم في رأسيا. رأسيا دي الحالة الوحيدة اللي أنت بتتكلم فيها في رأسيا، لو كان المعامل مضروب في الفانكشن كاملة زي المثال اللي قدامك. هي الأصل الفانكشن اللي هي f of x كانت x زائد 1، إحنا هنا سميناها g of x بدل f of x، شيلي g f of x دي خليها g of x، بقت 5 افتح قوس x زائد 1. هنا المعامل التمدد ده الكي أكبر من الواحد فأقول عليه تمدد رأسي، لكن في حالة إن هو أصغر من الواحد يعني الكسور أقول عليه تضيق
رأسي. كده فهمنا التمدد الرأسي والتضيق الرأسي. يبقى التمدد الرأسي والتضيق الرأسي إذا أنا بضرب الفانكشن كاملة كاملة كلها، سواء الميل أو المعامل اللي هو المعامل الإكس يعني، أو الحد المطلق اللي هو المقطع واي اللي في الآخر، ده كله اتضرب في عدد واحد يعني قوس واتضرب كله. طب لو إحنا بقى هنتكلم على حاجة جديدة اسمها اسمها أفقي، شوفوا الأفقي ليها وضع تاني خالص. لو انت هتتكلمي في أفقي، الأفقي ده عيلة تانية خالص، سواء بقى تمدد أو سواء أو سواء تضيق. اللي حصل هنا هيبقى عكس اللي حصل هنا، بمعنى إني أنا هقول إن الـ F of X F of X، شوفي هيحصل لها ايه المره دي، هتبقى ايكوال. انت المفروض هنا في الرأسي الاف الخمسه اتضربت في القوس كله، لا بصي اللي هيحصل هنا ان الخمسه هتتضرب فقط في الاكس وبلس واحد بلس واحد هتنزل زي ما هي. شفتي اللي حصل؟ اللي حصل كمان ان انا عايزه اقول اذا انت شفتي هنا خمسه، الغريب في الأفق إن عكس هنا، يعني إذا كان الكي في الحالة اللي قدامك دي، إذا كان الكي أكبر، هو الكي هنا أكبر من الواحد صح؟ خدتي بالك؟ إذا كان الكي أكبر من الواحد فأنا هقول عليه بقى عكس الكلام اللي أنا قلته هناك، هقول عليه تضيق، هقول عليه تضيق أفقي. شوفوا الكلام عكس بعضه ازاي. طيب اذا كان اف اوف اكس، اذا كانت اف اوف اكس ايكوال، مش هحط 5 اكس بقى، هحط فراكشن يعني 0.5 او 4 من 10 اي فراكشن واحط جنبه اكس، وبلس 1 دي معززه مكرمه محدش بيجي جنبها خالص، مالناش دعوه بيها. احنا ما زلنا في الافقي ها؟ طبعا واضح جدا ان الكي محصوره ما بين الصفر والواحد. هناك كنا بنقول ايه؟ تضيق راسي مش كده؟ لا هنا هنقول تضيق افقي. ليه تضيق؟ اسفه العكس، هنا هنقول تمدد افقي. طيب ليه قلنا هنا تمدد افقي؟ لان هنا عكس هناك. انتوا شفتوا الفيديو اللي انا عرضته لكم في الدرس اللي فات، طبعا نفس اللي حصل في الكي اللي هو انه فراكشن عدد اصغر من الواحد الصحيح واكبر من الصفر. احنا هنا ما بنتكلمش في اعداد سالبه، لان عدد سالب ده قصه تانية خالص، الميل هيتغير تماما يعني حاجه تانية خالص. احنا دلوقتي بس بنتكلم في التمدد الافقي والتضيق الافقي. نعيد المعلومة دي تاني، لو أنا بتكلم في رأسي، رأسي يبقى الفانكشن بالكامل اتضربت في 5، ما دام هي 5 يعني عدد أكبر من الواحد الصحيح أقول عليه تمدد رأسي. ليه؟ لأنه أكبر من الواحد. طب لو هو أصغر من الواحد هيبقى تضيق رأسي، محفوظة؟ تعالي للأفقين. العكس بقى، لو هو أكبر من الواحد يبقى تضيق. بس إيه؟ افرق ازاي بين الافق والراسي؟ ان الراسي الفانكشن بالكامل اتضربت في المعامل كي، لكن هنا فقط الاكس هي اللي اتضربت، لذلك انا سميته افقي. المثال اللي قدامك بيقول كيف يؤثر ضرب المخرجه داله خطيه في ثابت على التمثيل البياني. انت بقى من خلال فهمك للي حصل قدامك ده، احنا لو هنتكلم على راسيا، طبعا الخمسه دي هتتضرب في الاكس وهتتضرب في الواحد، يعني الميل هيتغير والمقطع واي هيتغير. لكن هنا كانت اكس بس زائد واحد بقت 5 اكس، يعني فقط الميل هيتغير والمقطع واي هيبقى كما هو. تعالي بقى نبدا مع بعض نحل شويه اكسرسايز كده عشان نفهم الدنيا ماشيه معانا ازاي. اول حاجه حاول ان تحل، انا مثبته لك القاعده هي على الجنبين لو تشوفي، وهقول لك لتكن الداله اف اوف اكس ايكوال اكس ماينس 2، دي الداله الاساسيه، دي الداله الرئيسيه. انا كان عندي هنا الداله الاساسيه
اكس زائد واحد، يعني انت عندك هنا احنا زي ما احنا ما سيبناش احنا زي ما احنا على القانون بتاعنا، زي ما احنا ما اتغيرناش. تعالي نتكلم في اول حاله، ما وجه المقارنه بين التمثيل البياني للداله اللي قدامك دي. طيب اللي حصل هنا ان الداله بالكامل بالكامل اتضربت في عدد جديد، يعني اكس ناقص 2 اتفتح القوس وضربت كلها. الحاله دي بقول عليها اول حاله خالص اللي انا كنت كاتبها لكم على اليمين، اللي هو ان هو راسي، تمام كده؟ فهنا بقول له على فكره ده تقدر راسي. طيب انت حافظه معايا ان لو الفراكشن ده في الراسي اكبر من الواحد يبقى تمدد، لو اقل من الواحد يبقى تضيق. يبقى انا هقول له يا سيدي هنا حصل تضيق، تضيق راسي. طيب مش كفايه، قول لي التمثيل البياني ايه اللي هيحصل. والله واضح ان النص ده هيخش في الاكس، يعني هيغير لي في الميل، وهيغير لي كمان في المقطع واي، فهقول له يوجد تغير في الميل وفي مين كمان وفي المقطع واي. تعالي هنا، هنا بقى ضرب النص بس في الاكس، النص اتضربت بس في الاكس. ده هيروح للدرس اللي احنا درسناه زمان اللي هو اللي كان على الشمال اللي هو افقي. طيب افقي ده لو العدد صغير يبقى تمدد، مش كده؟ لانه كان عكس الدرس اللي هناك، فيبقى افقي حصل له تمدد. طيب بعقلك كده الميل اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير، يبقى يتغير الميل لانه بقى نص اكس، تكون المقطع واي يبقى كما هو، المقطع واي كما هو. واضح الكلام؟ طيب تعالوا ناخد اكسرسايز عليه، ناخد مثال رقم 25. السوتس الفانكشن الأساسية، خلينا ناخد قبل دي كان فيه هنا برضو حاجات. عندك السؤال من 15 ل 22 بيتكلم في نفس الحالة. طبعا 15 ده كانت 3x زائد 5، فضلت 3x زائد 5 زائد 8. ده المثال واحد الأولاني خالص اللي هو إزاحة 8 خطوات لأعلى، ده مش موضوعنا. ده كمان إزاحة 4 خطوات لأسفل، مش موضوعنا. هنا بقى التغير، بقى هنا الكلام اتغير، إنها كانت 3x، لا 3x دي زي ما هي ما اتغيرتش، دي اتكلمنا فيها. أنا عايزة يكون 3x، شوفي هنا مثلا زائد 5 وفي زائد 5 هنا. طب دي كانت 3x بس هو ضربها في 1/10، يبقى ده تغير جوه الاكس. تغير جوه الاكس ده بقول عليه ايه؟ افقي. طب انا ضربت في 1/10 يبقى تمدد او توسع افقي. هيحصل ايه عندك في التمثيل البياني؟ التوسع الافقي او التمدد الافقي. طبعا واضح جدا ان الميل هيتغير ولكن المقطع واي يبقى كما هو. تعالي هنا، هي كانت 3x زائد 5 هي معززة مكرمة، جالها رقم كبير أكبر من الواحد واتضرب في الفانكشن كاملة، يبقى ده رأسي وتمدد أو توسع، الاتنين بنفس المعنى، يبقى تمدد رأسي. طب التمدد الرأسي ده بعينك كده هيتسبب في إن الميل يزيد 5 أضعاف، لأنك هتضربي 3 في 5 في 15 وتضربي 5 في 5 في 25، والمقطع واي برضو إيه؟ هيتغير 5 أضعاف لأن أنا ضربة في 5. نفس الفكرة على مسألة 8 22، برضو تمدد رأسي، هيحصل إن 8 دي اتضربت فيها في الفانكشن كاملة، يبقى الميل هيتضاعف 8 مرات أو 8 أمثال، والمقطع واي أيضا 8 أمثال. تعالي هنا، طبعا هي كانت 3x وهو حط لي بلوة هنا اللي هي الاتنين، يبقى ده تمدد طبعا افقي. الاثنين دي هيبقى تمدد ولا تضيق؟ لا الاثنين دي اكبر من الواحد يبقى تضيق افقي، ده تضييق او تضيق افقي. وهقول بقى ان هيتغير الميل والمقطع وهيفضل كما هو.
هنا عايز يوصف ايه اللي هيأثر على الميل والمقطع واي مقارنة ب2 اكس زائد 3. طب 2 اكس زائد 3 هي زي ما هي وضربها لي في 3، يبقى ده رأسي تمدد او توسع رأسي، وهقول له بقى ايه اللي حصل. 1 2 3، 1 ان الميل هيبقى هو والمقطع واي 3 امثال. تعالي على 24، ضرب الاكس بس يبقى ده افقي. طب تمدد ولا تضيق؟ لا تمدد، تمدد افقي. هيتغير الميل لكن المقطع واي كما هو. وهنا كانت 2 اكس بقت 2 اكس برضو، بس حط لي التمن ده، بقول عليه تمدد افقي. تمدد افقي ليه تمدد؟ لانه عدد فراكشن. وليه افقي؟ لان الاكس بس اللي اتضربت. نفس الكلام هنا، كل الداله 2 اكس زائد 3 الداله الاساسيه كلها اتضربت في سدس، يبقى ده راسي اقول عليه تضيق. الميل هيتغير والمقطع واي هيتغير. هنا كانت 2 اكس زائد 3 طرح منها 3، لا ده ولا تمدد ولا اي حاجه، ده غايه ما هنالك ان هيحصل ازاحه 3 خطوات للاسف لللاين بتاعي. هنا الفانكشن بالكامل كانت 2 اكس زائد 3، هو زود نص يبقى بس نص، 2 في نص بواحد، فقط خطوه واحده لاعلى والموضوع خلص. الدرس كده انتهى، والله المستعان، ونستودع المعلومات في راسنا ان شاء الله باذن الله، وحتى لو شفتكم احاول اساعدكم فيه تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.